ومرحبا بكم انا في فيديو جديد. اليوم راح ندير معكم ان شاء الله اون بواسون خفيفه ظريفه اي اون ميم طون بزاف بنينه اللي هي موخيتو لي لاباس تاعها سيترون والمونت النعناع والقارص. عندي هنايا لتر تاع الماء، كاس تاع القارص عصرته، هنايا عندي 4 مغارف تاع ماكله تاع السكر بالنسبه للحلاوه سيلون لو غو ديالكم. هنايا عندي ورقات تاع النعناع درت ابيبري واحد 16 ورقه هكاك، غسلتهم وقطرتهم. هنايا عندي شويه لافاني، وهنايا عندي شويه حليب، كميه صغيره من الحليب. الحليب هذايا راني رايحه نستعمله جوست بور لا كولور باش الموخيتو تاعنا تجي فيه اون بيل كولور. نبداو لا بريباراسيون على بركه الله. عندي هنايا في ان بلاندور ديروا السكر، بالنسبه للسكر كما قلت لكم كل واحد على حسب الحلاوه ديالو، النعناع، لافاني، نزيدو هذه الكميه الصغيره تاع الحليب كما قلت لكم راح يعطينا اون بيل كولور. وهنايا القارص، الكاس تاع القارص انا هنايا استعملت زوج حبات كبار، فوالا. ونزيدو الكميه تاعنا تاع الماء. هذا المشروب هذا بزاف بنين سورتو في السهرات الرمضانيه ان شاء الله. بعد ما درنا كامل هاد لي زانغغيديون ميكسيو كلش، هذا هو الموخيتو ديالنا بعد ما ميكسيناه كامل. كاين اللي يحب يصفيه وكاين اللي يحب يخليه بلميات تاع النعناع، انا جو بريفير نخليه بلميات تاع النعناع يعطينا منظر شباب ويزيد لنا في البنه. هذا هو الموخيتو ديالنا بعد ما وجد، شوفوا كيفاش جا يشهي. نفرغ معاكم شويه، فيه اون موس من الفوق، المنظر ديالو بزاف شباب. نزيدو له اون بوتيت توش تاع النعناع، فوالا. هاكا باش تشوفوا بيان، ننصحكم تجربوه اكيد راه راح يعجبكم. الى عجبتكم هاد لا فيديو هادية ما تنساوش تشتركوا في القناه وتكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد ديالي. نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. مع السلامه.